كمل معاك يا مروان، بس الاول انا عايز اعرف منك ايه هي فكره انه افضل مشروع دي. يعني انا برضو انا سامع الجمله افضل تمام. مشروع على مستوى المشروعات اللي اتقدمت للاتحاد، يعني اصلا ازاي الجائزه دي او ايه الجوائز اللي بتتاخد، او يعني او الجائزه المعنويه او الجائزه بالظبط. الماديه الممسوكه، انا بس يعني ايه حابه الجائزه؟ اقول الاول هو ايه الدبلومه اصلا اللي احنا يلا خدناها، لان يا في ناس ريت. كتير بتبعت تقولي انتوا كسبتوا ايه، انتوا عملتوا ايه بالظبط، صح، او يعني عاملين نقول لكم مبروك. بالظبط مبروك على ايه بالظبط عرفونا كده. بقى مبروك على ايه. فهو الدبلومه دي اساسا تبع جامعه القاهره هاي كليه التجاره، عاملاها بالتعاون مع الفيفا والسي اي اس. السي اي اس اللي هو المركز الدولي للدراسات الرياضيه، هاي تمام. في منها نفس الدبلومه دي في 16 دولة، زي أسبانيا، زي تشيلي، الإمارات، يعني 16 دولة، دول تمام؟ كبيرة كلها بالظبط. في قارات مختلفة. بالظبط كده. بناخد إيه في الدبلومة دي؟ بناخد مواد ليها علاقة بإدارة المنشأة الرياضية، يعني هي اسمها دبلومة الإدارة الرياضية. فبناخد فيها إزاي السبورتس كوميونيكيشن أو الكوميونيكيشن في خلال الرياضة، المانجمنت، إدارة المنشأة الرياضية، قوانين الرياضة كمان اللي ليك واللي عليك. بناخد برضو فيها محاسبة بتاعت أي منشأة أو الكلام ده. بناخد برضو الإيفنتس مانجمنت، وال في حاجة تانية ولا هو ده؟ متهيألي هما هم الستة، الست دول هما الستة الموديولز. ذاكروا دول بس يا لا جماعه. هما الستة. انا تعبت لكم والله وانت بتقولي كل ده. لا هما هاي الستة موديولز دول. بعد هاي كده في الآخر بنقسم نفسنا مجموعات، وكل مجموعة بتعمل مشروع التخرج بتاعها، وهي الفكرة اللي قالها عمرو كانت هي مشروع التخرج بتاعنا دي. هاي فالفكرة اللي بتكسب، يعني طبعا بتبقى زي مسابقة أو كومبيتيشن ما بين الجروبس في كل برنامج، هاي يعني في مصر وفي ال 16 دولة اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. فاللي بيكسب بقى من كل بلد بيكمبيت مع بعض في الآخر، أو بيتنافسوا دوليا مع بعض. ممتاز. فاحنا الحمد لله البروجكت بتاعنا كسب في مصر، واتأهلنا ان احنا نخش المسابقة الدولية، والحمد لله برضو الفيفا اختارت المشروع بتاعنا من ضمن أفضل مشروع في ال 16 دولة اللي متقدمين. حاجات تبهر وتبسط. يعني منذ يعني البرنامج بدأ في 2008، دي أول من مرة يعني الحمد 13 لله سنة مصر. البرنامج ابتدى في مصر من 13 سنة، ودي أول مرة مصر تكسب فيها، يعني الفيفا تختار بروجكت مصري هو اللي يكسب. والله حاجة تبسط. أنا مش ببالغ والله، عارف ليه؟ بقول لكم ليه بصراحة وأسيبكم تكملوا كمان عشان عايز أعرف تفاصيل أكتر في الموضوع ده، بس ليه؟ وأنتوا عايشين معانا الوضع يعني بتاع الرياضة أكيد. وبتاع الكورة. دايما يقول لك ايه، احنا كل حاجه حلوه عندنا بس فكره الاداره بتاعه الرياضه او اداره كره القدم في مصر، احنا بنتكلم على الكره عشان هي الشعبيه الاولى، بس الرياضه بشكل عام والكره عايزين ناس شاطره، عايزين ناس كرييتيف، عايزين ناس تفكر بره الصندوق، عايزين وجوه جديده. عارفين انتوا الجمل اللي أيوة بتتقال أيوة. كل شويه من أيوة. ديت، عايزين شباب بقى شويه، وعايزين يعني شباب بالظبط. بس في الحقيقه بصراحه شديده لا، مش كل الناس، في ناس عظيمه وناس رائعه، بس احيانا لما بنشوف ناس عندها خبرات ولا ناس عندها شباب يعرفوا يغيروا. فانا دلوقتي بتديني كيو او بتديني سكه او بتديني طريق، تعالى يا عم في ناس اهي بتشتغل وبتعمل مشروع بينافس مشاريع عالميه، والفيفا نفسهم بيشهدوا ليهم ويقولوا لهم انتوا ناس عظيمه جدا.